إليكم مشاهدينا إلى بانوراما هذا المساء وفي عناوينها: كورونا متحورة تظهر في بريطانيا ودنمارك وهولندا وأستراليا تثير حالة رعب عالمية، هل هذه السلالة الجديدة ستعيدنا إلى نقطة الصفر في معركة المواجهة معها؟ وفي موضوع متصل، زعماء العالم وقادته شرقا وغربا يتلقون لقاح كورونا والبعض في المقابل مستمر في تشكيكه وتحذيره من المؤامرات، فهل لهذه الشكوك أساس علمي؟ إذن مشاهدينا نتابع هذا الموضوع. فكورونا متحورة أو سلالة جديدة من الفيروس تثير قلقا وخشية حول العالم بعد ظهورها في بريطانيا ثم في أستراليا وبلجيكا ودنمارك وهولندا. أكثر ما يخيف بخصوص هذه السلالة هو سرعة تفشيها، كما يقول بريطانيون أو أعلنت الصحة البريطانية، ورغم أن التطمينات تشير إلى أن اللقاحات فعالة ولم تتأثر بهذه الطفرات مثلما أعلنت اليوم وزارة الصحة السعودية، ولكن لا شيء نهائيا ومحسوما حتى الآن. على الجانب الآخر، عودة إلى ما يشبه الاضطراب الذي رافق بدء الجائحة، اضطراب في السفر من وإلى بريطانيا يصاحبه عزل وإغلاقات في عدد من الدول. فهل مشاهدينا هي العودة إلى نقطة الصفر، وهل ستسعفنا هذه اللقاحات في مواجهة هذا الفيروس المتحور؟ أسئلة كثيرة نبحثها مع ضيوفنا اليوم ونتمنى إيجاد إجابات فعالة كذلك. سنناقش كل هذا مع ضيوفنا من كارديف، الدكتور محمد الحاج علي، طبيب وباحث في كلية الطب في جامعة كارديف. من الرياض ينضم لنا الدكتور ثامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية. ومن واشنطن ينضم لنا الدكتور سمير خليف، رئيس مختبرات أبحاث العلاج المناعي في جامعة جورج تاون. أهلا بكم ضيوفي الكرام إلى بانوراما لهذا المساء، واسمحوا لي أن أبدأ من واشنطن معك دكتور خليف لفهم أولا ما الذي يعنيه أن نتحدث عن سلالة متحورة على مستوى الفيروس، ما الذي يحدث علميا؟ علميا بالنسبة لأني أي فيروس، وواحدة منهم هو الكوفيد، الفيروسات وخصوصا الفيروسات اللي هي أصلا اسمها الفيروسات الريبوزية أو الRNA فيروس، تتحور أو تصاب بطفرات بشكل دائم. يعني اللي بدي أحكيه بالنسبة لموضوع الكوفيد، الطفرة اللي طلعت هلأ مش طفرة جديدة، أو مش إنه طفرة يعني ما في غيرها صار. معظم الطفرات اللي بتصير بالفيروسات لا معنى لها، لا تؤثر على الفيروس. يعني أعطيكي مثال بس، أو أعطيكي نوع من الأرقام. الطفرة اللي هلأ طلعت واللي عم نتحدث عنها، اللي بنسميها الـ VUI 2021، هاي طفرة واحدة من 4000 طفرة طلعت بهذا البروتين اللي هو السبايك بروتين. فمن أول ما بلشت الجائحة إلى الآن في حوالي 4000 طفرة حدثت بالسبايك بروتين. معظم هذه الطفرات، الغالبية العظمى من هذه الطفرات كأي فيروسات أخرى، لا معنى لها بأي شيء من الأشكال، شكل من الأشكال. هاي الطفرة بالذات قد تكون مماثلة لطفرة سابقة حدثت اللي هي بنسميها D614G، اللي أدت إلى الانتشار الأسرع بأوروبا مثل بإسبانيا أو بفرنسا، وقت أجت من الصين أو بشهر 3 أو شهر 4. هلأ هاي الطفرة بالذات هي طفرة إلى الآن نعرف عنها أنه غالباً تؤدي إلى الانتشار الأسرع مثل ما صارت بالطفرة الأخرى اللي هي 614 D2G، بس ما في أي دليل آخر أنه تؤدي إلى أسوأ مرض، أسوأ أو تغير من قابليتها للاستجابة إلى اللقاح. صحيح صحيح. وعطفا على كلام حضرتك دكتور، في شهر 3 و4 كان علماء تحدثوا عن ما لا يقل عن 8 طفرات جديدة، فلا نعلم ما هو الفرق بين ما كان وما نحن فيه اليوم. دكتور محمد الحاج علي، لماذا اليوم بريطانيا يصف وزير صحتها الوضع بالخطير جدا، رغم أن البعض تحدث في أوقات سابقة عن فيروس متحور، ما الذي تغير؟ مساء الخير أني سليم لك وللضيفين الكريمين ولكل المشاهدين في العالم العربي الحبيب. أود أن أذكر هنا أن المملكة المتحدة
والبارحة أخطرت منظمة الصحة العالمية أن هذا النمط من الفيروس والذي يسمى الفاريانت، نقول عن النمط الفاريانت هنا، أخطرت منظمة الصحة العالمية أنه الأكثر انتشارا حاليا في المنطقة الشرقية الجنوبية للمملكة المتحدة. ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد وموسم الأعياد كما تعلمين، والقابلية للاختلاط الزائد، الاختلاط الاجتماعي، سيكون هناك طبعا خطورة أكبر لانتقال وانتشار هذا الفيروس. وبالتالي لابد أن تقوم الحكومة هنا من إجراءات لضبط مسألة التواصل الاجتماعي واللقاءات الاجتماعية والعودة إلى المربع الأول من التشديد، وكما نسميه بالستريكت لوك داون، يعني الإجراءات المشددة للإغلاق العام التي بدأت في منطقة لندن. المشكلة التي عبر عنها عدد من الباحثين أن هذا الفاريانت أو النمط الجديد الذي ظهر في المملكة المتحدة والذي يسمى VU1-2012-01، هذا النمط يعتبر أو قد يكون يعني ذو قابلية لسرعة انتشار أكثر ب 70% من الأنماط الأخرى والأنواع الأخرى. النمط الذي تحدث عنه الدكتور سمير وهو D614G الذي ظهر في إسبانيا وفي المملكة المتحدة أيضا، كان الأكثر انتشاراً والأسرع انتشاراً، لكن حالياً هذا النمط الجديد الذي ظهر ومع موسم الشتاء في المملكة المتحدة يعني لا يبشر بالخير حقيقة إذا لم تتخذ إجراءات قاسية وشديدة من حيث الإغلاق العام والتواصل الاجتماعي. دكتور ثامر، في هذا الإطار، في نفس هذا الإطار الذي نتحدث عنه، أن يكون هناك انتشار لفيروس أعلى من سابقي بنسبة 70%، البعض يعني انرعب أول ما سمع بهذه الأرقام وخاف في الواقع من تداعيات هكذا موضوع، فهل علينا أن نخاف، أن نحذر من إمكانية عودتنا إلى نقطة الصفر، أو هذا غير وارد؟ مساء الخير ريم، ومسي بالخير على زملاء الكرام. أهلا بك. طبعا أنا الزملاء الله يعطيهم العافية فصلوا في الناحية التقنية بشكل جيد جدا وواضح جدا. أعتقد أنا أقول من ناحية اللي يهم الفرد العادي الآن، يعني الآن للأسف مع الجائحة بدينا فعلا الناس بدأت تدخل في تفاصيل التقنية اللي كانت أول تعني فقط المجتمع العلمي، إنه والله هل في طفرة يعني جديدة، هل في صار ميوتيشن أو طفرة حصلت ولا لا. الآن كل أحد يعني من أول يوم يمكن يقرأ الريبورت أو البيان اللي يحطونه الجهات المختصة قبل حتى يمكن بعض الأطباء أو المختصين. كلمة 70% أنا ما أعتقد أنها دقيقة، يعني حتى اسم الفاريانت أو اسم النمط الجديد هو VUI، معناها أنه variant under investigation، بمعنى نمط تحت الدراسة. يعني إلى الآن ما اتضحت الصورة هل السبب أنه فعلا النمط الجديد، وزي ما ذكر الدكتور سمير يعني إحنا مو أول مرة يصير في ميوتيشن أو في طفرة في الفيروس، يعني قد حصلت سابقا. صحيح. 70% ما أعتقد أنه رقم دقيق، لسه ما نعرف. يمكن يكون أصلا الانتشار الزايد فكرته فقط أنه الناس بدأت تتخلى عن الإجراءات في فترة الأعياد القريبة اللي حتحصل، فقد يكون هذا مؤشر. ونقطة أخيرة مهمة جدا، أنه هو إحنا ما طلعنا أصلا من الكورونا على أساس نقول أنه والله نمط جديد قد يخلينا نرجع لنقطة صفر. إحنا يعني إلى الآن ما في مكان يعني في العالم قال إنه خلاص ما يحتاج تباعد، ما يحتاج كمامات، ارجعوا وضعكم الطبيعي. صحيح. فإحنا سواء النمط الأول أو أنماط المختلفة الجديدة الحماية منها سهلة جدا، تباعد وكمام والإجراءات اللي كلنا نعرفها حاليا، يعني صرنا كلنا خبراء فيها. فهذه بغض النظر عن النمط بإذن الله تحمي من انتقال العدوى والإصابة. صحيح. يجب أن نلتزم بكل هذه الإجراءات. دكتور سمير، إذا ما سلمنا جدلا بأنه هذا الفيروس أسرع من سابقي في الانتشار، وأود أن أكون دقيقة في استعمال المصطلحات بما أنه هذه الدراسات كما تفضل ضيوفي معي لازال قيد الدراسة، ما الذي يجعل فيروس أكثر انتشار أو يتحول إلى أو يتمكن من أن يكون أكثر انتشار؟ هل هناك عوامل؟ واسمح لي هنا أن أدخل معك في تفاصيل بيولوجية ربما. نعم، سؤال جيد جدا. هلأ في شغلتين بس تعقيبا على اللي تحدث فيه الزملاء.
وأنا بوافق تماما على الموضوع. يعني قابليتنا أو قابلية التخويف أو الترعيب سهلة جدا بهيك مواقف، لكن يجب أن يكون حذرين. يعني أولا ما في تغيير بنمط الحياة، نمط الحياة هو نفسه، لازم نكون واقيين تماما من الفيروس. إذا كانت عم تنتشر بسرعة ولا عم تنتشر مش بسرعة، على الحالتين عم تنتشر، وبالتالي يجب أن تكون نمط الحياة عندنا كما هو كان قبل شهر أو شهرين أو 4 أشهر. لازم نكون واقيين، لازم نتابع جميع أو كافة التعليمات للوقاية من الانتشار إلى أن نأخذ اللقاح، والأغالبية العظمى تأخذ اللقاح. فهي أولا. ثانيا، أنه هل نحن عدنا إلى نقطة الصفر؟ نهائيا لم نعود إلى نقطة الصفر، نحن في مكاننا، وصلنا إلى مرحلة اللقاح قد تطور، وهذه كما أقول دائما هي بداية النهاية إذا كان في فيروس عم تنتشر أسرع ولا غير أسرع. لكن سيقول لك بعضهم، قل المتابعة دكتور سمير، سيقول بعضهم بأنه حتى المكوث في نفس المكان يتعب. يعني مكثنا سنة في نفس المكان بإجراءات، واليوم نسمع بعد سنة بأنه هناك تطور لهذا الفيروس. لها سبب البعض يطرح كل هذه الأسئلة ويطرح كل هذه المخاوف كذلك. صحيح. وسيدتي أنا مشان هيك عم بحاول أني أحكي على الموضوع، أنه مظبوط الكل تعب، والكل وصل لمرحلة أنه صرنا سنة بهذا الموضوع، إمتى منخلص؟ اللي راح يخلصنا من هذا الموضوع والواضح هو ما حدث في الأسبوعين الماضيين وما سيحدث في الأسابيع القادمة. إلى الآن في عنا لقاحين فعالين بشكل ممتاز، مش جيد، ممتاز. وهناك لقاحات أخرى قادمة، ولكن الفعالين بشكل ممتاز هم فايزر، بايونتك، وموديرنا. طيب أوكي. مظبوط. هدول لأنه اللي صار في إلهم موافقة من قبل مؤسسة الغذاء، والدواء. لكن هناك لقاحات أخرى قادمة كما تعلمين، منها لقاحات اللي عم تنعمل بشركات في الصين، ولقاحات أسترازينيكا، ولقاحات جي إن جي. في 10 لقاحات لسه عم تنعمل، وسوف تأتي بالأسابيع أو الأشهر القادمة. لكن وبالتالي نحن ما رجعنا نهائيا إلى نقطة الصفر، ولم نعود خطوة إلى الوراء نهائيا. هذه الشغلات متوقعة. هلا خليني أجاوب على سؤالك، إنه هاي كيف يمكن علميا أن تنتشر الفيروس بشكل أسرع؟ نتيجة طفرات أو نتيجة تحورات. الفيروس تنتشر أو تأتي أو تصيب الإنسان عن طريق الفيروس، إلها بروتين اسمه سبايك بروتين، اللي هو البروتين التاجي، عشان هيك جاء الاسم كورونا، يعني التاج. هذا البروتين هو عبارة عن مثل نتوء في الفيروس، موجود على كافة، يعني أي واحد بيطلع على الصورة بيشوف هدول النتوءات. لما يفوتوا هدول على الجسم، هذا البروتين يرتبط ببروتين آخر على خلايانا اللي موجودة بالجهاز التنفسي وبالرئة وبمحلات أخرى، يرتبط بشكل مباشر. هذا البروتين اسمه ACE2. نعم. هلا الطفرة اللي صارت هلا المتوقع، اللي نسميها ال VUI، اللي هو Variant Under Investigation، بتؤدي إلى ارتباط أسهل من خلال هدول البروتينين، وبالتالي على الفيروس بتكون أسهل إنه تعدي أو تنتشر من إنسان إلى آخر. فهذا جزء من التفسير، ولكن طالما إنها VUI، يعني viral variant under investigation، معناته أنه لسه راح نتعلم عليها هيدا الدراسة، فربما تكون هناك معلومات إضافية. على كل المشاهدين وضيوفي الكرام، كذلك نحن نتحدث عن تحور الفيروسات، ولكن لا نعرف بعد كيف يحدث هذا. استمعنا إلى بعض المعلومات من ضيوفنا الكرام، ولكن سنعود إلى بعض ما جمعناه كذلك حول هذه العملية وكيف تتحور الفيروسات، ومن ثم نعود.
أعود إلى ضيوفي دكتور محمد الحاج علي. إذا كان الموضوع شبه عادي أن يكون هناك تحور لفيروس مهما كان نوع هذا الفيروس، وإن كنا شهدنا تحور لكورونا نفسه في الأشهر الفائتة، لماذا وزير الصحة البريطاني يتحدث عن أمر خطير للغاية؟ وحضرتك في بريطانيا، هل هناك دوافع طبية علمية فقط أو هناك دوافع بريطانية أخرى حتى يخرج وزير الصحة البريطاني ويتحدث ويحذر بهذه المصطلحات التي استعملها؟ أعتقد ذلك ما رد إلى الخصوصية البريطانية. فصل الشتاء عادة في المملكة المتحدة يعني فصل يعني متعب بالنسبة للمستشفيات ولخدمة الـ NHS، الخدمة الطبية الوطنية. ما يحدث لدينا تقليديا في فصل الشتاء هو ازدحام المستشفيات بجائحة الإنفلونزا وتغص المستشفيات وأقسام الإسعاف عادة بالمرضى. مع زيادة عدد حالات كورونا وزيادة الحاجة إلى أسرة العناية المشددة، لابد من رفع درجة الإنذار هنا والتحذير بالنسبة للعامة. أود أن أعلق على 75% من أين جاء ذلك. أكيد. عندما ظهرت هذه السلالة في أول بدايتها كان في المنطقة الشرقية الجنوبية من المملكة المتحدة، ظهرت في شهر سبتمبر. في شهر نوفمبر، منتصف شهر نوفمبر، كانت تقريبا حوالي يعني 25% أو 28% من مجمل حالات الكوفيد 19. مع بداية شهر ديسمبر صعد الرقم إلى 62%، وحاليا حوالي 70% من الحالات الجديدة في منطقة لندن وما يحيط بها من المنطقة الشرقية الغربية هي منطقة من هذا الفاريانت تحديدا. لا زال ذلك طبعا قيد الدراسة. أنا لا أقول هنا أننا نعود إلى النقطة صفر يعني بالنسبة للكوفيد 19. الطفرات التي حدثت على هذا الفيروس هي أكثر من 4000 طفرة، وكما علق الدكتور سمير كناحية تقنية هذا الفاريانت تحديدا يعني حدث فيه أكثر من 23 طفرة في المناطق التي تسهل التصاقه والتحامه مع خلايا جسم الإنسان. لابد من التشديد هنا، خصوصاً بالنسبة للاختلاط والمناسبات الاجتماعية وفصل الأعياد والعطلات، لأن يعني قوانين الحظر العام تم تخفيفها في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة، تم التشديد في مناطق أخرى. في ويلز حيث أقطن مثلاً كانت المطاعم مفتوحة بإجراءات معينة، والبارحة تم الإعلان عن إغلاق كل مناطق الترفيه والمطاعم وغيرها من الخدمات. طيب يعني هذا دكتور محمد في إطار الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة، لكن نعلم بأنه الحديث عن هذا الفيروس المتحور لم يكن خاصا فقط ببريطانيا وإنما ببلدان أخرى من بينهم هولندا من بينهم أستراليا. لماذا علقت الرحلات الجوية فقط فيما يخص بريطانيا دكتور؟ أبقى معك دكتور محمد دائما في خصوص هذا الموضوع البريطاني، تفضل. نعم، الفاريانت هنا تم يعني تقصي حوالي 9 حالات في الدنمارك، حالة واحدة في هولندا وحالة واحدة في أستراليا. تم عزو ذلك إلى السفر مؤخرا من وإلى المملكة المتحدة، وأعتقد ذلك سببه ومرده هنا أنهم يريدون تشديد إجراءات الانتقال من دولة إلى أخرى في فضاء الاتحاد الأوروبي. كان هناك سلالة أخرى في الدنمارك أو فاريانت آخر في الدنمارك الذي يعرف بمينك أيضا، وكان مسؤول عن عدد من الحالات التي وصلت إلى المملكة المتحدة. أعتقد أن سياسة الحكومة البريطانية هنا أنها تريد تجاوز فصل الشتاء بأقل قدر ممكن من الخسائر. الطفرات والفاريانت متوقع أن تحدث أيضا في الأشهر القادمة. لن نعود إلى المستوى صفر في تعاملنا مع الفيروس. العلماء طوروا اللقاحات، هذه اللقاحات فعالة، لا يوجد حتى الآن ما يثبت أن هذه اللقاحات ستكون أقل كفاءة في التعامل مع الفاريانت الجديدة. لا يوجد أيضا ما يثبت أن هذه الفاريانت الجديدة هي مثلا أشد إمراضية ومختلفة في التظاهرات السريرية وفي الأعراض السريرية. المعلومات التي تم الاستقصاء عنها حتى الآن وتم جمعها عن هذا الفاريانت أنه لا يسبب أعراض سريرية أشد، لا يسبب زيادة في نسبة الوفيات، لا يسبب أيضا أعراض قد تؤدي إلى الانتقال إلى العناية المشددة بشكل أسرع. كل ما يقال هنا أن
زيادة الحالات التي حدثت في المملكة المتحدة ممكن أن تكون مرتبطة بهذا الفيروس، وهذا الفيروس أو هذا الفاريانت ممكن أن يكون مسؤول عن هذه الزيادة التي حدثت. نعم، هذا بالنسبة للأعراض، بالنسبة للفحوص السريرية، وبالنسبة لكل المواضيع ذات الصلة. لكن ماذا عن اللقاح دكتور ثامر؟ ونحن نعلم بأن السعودية مثلا، المملكة العربية السعودية، كانت من أولى البلدان التي جلبت اللقاح وبدأت في عملية التطعيم، و بدأت حتى في انتظار المرحلة الثانية بحسب وزارة الصحة السعودية. اليوم هي تنتظر هذه الفترة المقررة ب 21 يوم لانطلاق المرحلة الثانية والجرعة الثانية. هذا اللقاح مع كل هذه الأخبار هل سيكون فعال؟ جميل، تسمح لي بس أضيف نقطتين سريعة على أكيد موضوع تفضل. الفاريانت قبل ما ننتقل للقاح. طبعا أنا أشوف يعني اللي حاصل حاليا من ناحيه وقت الاعلان حق يعني رئيس الوزراء البريطاني، اتوقع قد يكون فيه زي ما نقول بوليتكس، او انه يعني على اساس انه يكون يبرر الاغلاق في وقت الاعياد المحتمل. هذا طبعا رايي الشخصي، بس انه ممكن يكون يعني غلطان. النقطه الثانيه انه شيء جيد صراحه، إن الناس بدات فعلا حساسيتها تكون عاليه لاي شيء جديد. يعني اعتقد يعني زي ما يقولوا الاخوان المصريين، اللي تلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، فشيء كويس الواحد يكون يعني ربما على حتى فشيء كويس انه الناس بدات فعلا يعني متاهب. لو هذا النسبة أو القدر من الحذر كان في البداية يمكن في ووهان، قد يكون الأمور مختلفة تماما حاليا. فيعني هذا الجانب الجيد من الموضوع من ناحية النظر هذا. من ناحية اللقاح، طبعا اللقاح زي ما تفضلوا الزملاء يمكن سابقا أنه درس بشكل جيد. المرحلة الثالثة بالنسبة للقاح فايزر تحديدا، بالمرحلة الثالثة شملت تقريبا 44 ألف شخص، والفعالية يعني ثبتت زي ما قال دكتور سمير بشكل جيد جدا، يعني يمكن من أكثر اللقاحات اللي يعني فعالة بمنع كوفيد 19 بأعراض. تمام، ما نعرف الى الان اذا كان يمنع يكون الشخص حامل او لا، هذه لسه ممكن حنتعلمها في المستقبل. لكن اللقاح ما في شك انه درس بشكل جيد، والدراسات كلها تشير الى انه امانه جيد وفعاليته جيدة جدا. وزي ما تفضلتي في السعودية، يعني أنا زرت المركز في الرياض، مركز التطعيم، يعني صراحة جهد جبار خرافي. من تبدأ من دخول المركز التطعيم، سلاسة الدخول، سلاسة كيف المواعيد والتسجيل، احترافية العاملين هناك، كلهم شباب يعني مؤهلين وسعوديين. الوضع العام في السعودية الآن، يعني العالم زي ما شفته يمكن في السوشيال صحيح. ميديا صحيح، نحن تابعنا كل هذه التفاصيل، وتابعنا حتى التفاؤل وزارة الصحة السعودية بأن هذا اللقاح يعني هو فعال، وفتحت حتى الأبواب أمام عملية التسجيل. لكن اليوم سواء داخل السعودية أو حتى بالنسبة لكل البلدان التي تلقت هذا اللقاح، هل هذا اللقاح سيغلق باب العدوى، أو مع هذا التطور لفيروس متحور قد يخفف من الأعراض لا أكثر؟ أبقى معك دائما دكتور ثامر. طبعا احنا زي ما قلت لك في البدايه، هو اذا تطعم نسبه كبيره من الناس، احنا نعرف عاده انه زي ما كانوا يتكلمون سابقا على موضوع المناعه القطيع، يعني يمكن اسمها ما كان بهالدقه، بس انه لما يطعم جزء كبير من المجتمع فيصير احتماليه الانتشار في المجتمع ضعيفه، فبالتالي يقل انتشار الفيروس. واحنا مره متاملين على فعلا على هذه العمليه، انه يقل الانتشار باذن الله اذا تطعم نسبه واضح. كبيره من الناس. ويمكن اختم في نقطه مهمه جدا، انه ترى كل الجهات هذه ما لاحد مصلحه انه يعني يعطيهم شيء يضرهم او شيء، لانه احنا سمعنا يمكن كثير موضوع الناس اللي مضاده للتطعيم، وانه مؤامره، وقاعدين ما في اي احد له مصلحه انه الناس تتضرر. حتى الفيديوهات التي انتشرت دكتور ثامر، ومنهم الفيديو ضيوفي، فيديو الممرضه التي تلقت اللقاح والتي اغمي عليها بعد لحظات، حتى ان مختصين قالوا لو يعني لقحت سما
كانت ستأخذ وقت حتى يغمى عليها وحتى تتأثر. يعني بعض المختصين حتى تهكموا من مثل هكذا فيديوهات تقدم نظرية المؤامرة. على كل سأعود لكم ضيوفي الكرام، نحاول أن نقدم كذلك مقاربة بين ما يحدث اليوم مع كورونا وما حدث في السابق. مسألة تطور أو تحور الفيروس مشاهدينا ليست جديدة على البشرية، فقد عانت منها من قبل مع الأنفلونزا البشرية طبعا الإسبانية والإيدز وغيرهم. نتابع. دكتور سمير، أعود لك بمقاربة نحاول أن نقيمها بين ما عشناه أو ما عاشته البشرية أمام الإنفلونزا وبين ما نعيشه اليوم مع كورونا. يعني البعض يقول بأن الإنفلونزا بعد فترة وبعد دراسات عديدة توصلت البشرية إلى لقاح. أنا مثلا قبل الشتاء أنا أو غيري أذهب أتوجه للقيام بعملية التطعيم، لا أسأل إن كان هذا الفيروس تحور تغير على مدى السنوات واللقاح فعال. هل هذا ما سيتم مع كورونا وبعد كم وقت؟ لا، شوفي شغلتين. أول شيء أنا ما شفت الفيلم الفيديو اللي حطيته، بس سمعت الموسيقى السسبنس. نحن تحدثنا فقط بالأرقام، يعني ما غصنا في تفاصيل علمية، تحدثنا بالأرقام عن الإنفلونزا الإسبانية عن الإنفلونزا العادية. شوفي هلأ شغلتين هامين. الشغلة الأولى أنه الفلو فيروس اللي بناخد لقاحه كل سنة قابليته للتحور ولحدوث الطفرات أسرع بكثير من ما شاهدناه بالكوفيد. يعني مثل ما حكيت أنا بأول الحلقة، الفيروسز بشكل عام بيصير عندها تحورات وطفرات بشكل دائم. الطفرات اللي بتصير بالإنفلونزا فيروس أسرع بكثير وأكثر بكثير مما شاهدناه أو ما نعرفه عن الكوفيد. وبالتالي إلى الآن، يعني كما تحدثت أنا والزملاء كمان، أنه مثلا صار في حوالي 4000 تغيير أو طفرة في الكوفيد فيروس، معظمها وغالبا هذا شيء موجود بكافة الفيروسات، لا يؤثر نهائيا على أي شيء، لا طبيعة الفيروس ولا تضييق انتشارها ولا تفاعلها مع الجهاز المناعي وإلى آخره. أما بالنسبة للكوفيد هلأ، إذا بدنا نقارنها بالإنفلونزا، مثل ما حكيت الطفرات اللي بتحدث بالكوفيد كتير أبطأ وكتير أقل، هي أولا. وبالتالي اللقاحات اللي موجودة حاليا لا نعتقد بأي شكل من الأشكال أنه هدول الطفرات سوف تؤثر عليها، لكن إذا وحدث ذلك في المستقبل والاحتمالية قليلة، معنى ذلك أنه ممكن أنه تصير بحاجة للقاح كل سنة كما يكون هناك بموضوع الإنفلونزا، وبالتالي بنصير بناخده بشكل دوري. هلا كما تعلمين الى الان بنعرف نحن انه هدول اللقاحات او اللقاحين اللي صار لهم ابروفل او وافق عليهم فعاليتهم 95%، وهو اكثر بكثير من لقاحات الانفلونزا. يعني لقاح الانفلونزا فعاليته بين 30 الى 70% فقط، وبالتالي وقت نقول انه فعاليته 95% معناتها انه نسبه العالم اللي راح يصير فيه عنده مناعه كثير اعلى من اللي بصير في الانفلونزا. هلا شغله هامه حكيتي فيها أنت، هل اللقاح سوف يمنع الانتشار؟ هذا الحكي ما بنعرفه.
اللي بنعرفه فقط ان اللقاحين الموجودين هلا اللي هم فايزر وبايو انتك وموديرنا بيمنعوا من حدوث المرض، وبالتالي ما بنعرف لسه اذا الانسان اللي طعم ممكن انه ينشر المرض ولا لا. هذا الحكي بنعرفه بخلال الاشهر القادمه، لكن الى الان ما بنعرفه. اللي بنعرفه فقط انه يمنع حدوث المرض بنسبة 95% من عند الناس اللي تلقحوا، ويمنع حدوث المرض الشديد بنسبة تقريبا 100% من عند الناس اللي تلقحوا. صحيح. أما هل يمكن أن ينتشر؟ ما بنعرف، إلى أن يصبح هناك ما أقول مناعة المجتمع أو مناعة الجماعة ويؤدي الانتشار بصفه ما له معنى، لأنه حتى لو انتشر وإذا الإنسان ما بصير عنده مرض ما بيفرق. هذا اذا ما تم نشر او انتشار اللقاح، يعني كما يتمنى زعماء ومسؤولون اليوم كثر يريدون حجز كميات كبيره، ومنها بريطانيا دكتور محمد. في الواقع بريطانيا حجزت 40 مليون من مجمل سكان يتجاوز بقليل 60 مليون، وصلها 400,000 اعتقد 500,000، ووعدت الى حدود نهايه السنه بوصول تقريبا 4 ملايين. مع تعليق الرحلات الجوية، مع هذا الوضع المتأزم كما وصفه وزير الصحة البريطاني، ما المنتظر في الداخل البريطاني؟ حساسية العامة في المملكة المتحدة هنا للتعامل مع الأخبار عن طفرة جديدة كانت جيدة جدا حقيقة، على الرغم من تداول بعض المعلومات المغلوطة والتي لا تستند إلى أساس علمي على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحف المحلية العادية، ولكن ذلك أنا باعتقادي كفيل أن يشدد مرة أخرى على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال فصل الأعياد وعطلة الأعياد. الخطة الحكومية الحالية في المملكة المتحدة أنه مع نهاية شهر شباط فبراير سيكون هناك تلقيح لمليونين ونصف المليون شخص، وهي المسنين الموجودين في دور العجزة، دور الرعاية، الذين يقومون برعايتهم أيضا، الأطباء الموجودين على الخطوط الأمامية، الأطباء في المستشفيات، وهذا كفيل حسب التقديرات الحكومية. لن يتأثر هذا ببريكزيت دكتور محمد، لأنه إلى فبراير القادم قد تتغير الكثير من الأمور في بريطانيا. سؤال جميل جدا. طبعا هنا مع نهاية فصل ديسمبر حتى الآن لم تعلن الاتفاقية التجارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع أوروبا. الجيش البريطاني أعد خطة لنقل ذلك عن طريق جسر جوي من المصادر الأوروبية، من بلجيكا مثلا ومن غيرها من المعامل التي ستوفر هذه اللقاحات كخطة بديلة أو بلان بي، يعني في حال تعثر نقل هذه اللقاحات عن الطريق البري بالتنل أو النفق بين فرنسا والمملكة المتحدة. أعتقد أن التشديدات الحكومية حاليا للعودة كما قلت أنا للمربع الأول، وهو ليس المربع الأول في التعامل مع الفيروس لكن المربع الأول في التشديد من حيث الإغلاق العام هنا، أعتقد ذلك ضروري جدا حتى نتجاوز فصل الأعياد وفصل الشتاء هنا بسهولة وسلاسة. صحيح. رغم هذه المساعي لإيصال هذه اللقاحات إلا أن هناك حديث عن مؤامرات حول كل هذه الأخبار. دكتور ثامر، مبدئيا ما رأيك في ما رافق خروج اللقاح، أولا قبل خروج اللقاح، أولا موضوع كورونا، لأنه حتى كورونا كذلك كانت محاطة بمثل هكذا إشاعات، وفيما بعد اللقاح كان كذلك محاط هو نفسه بحديث عن مؤامرات، ما رأيك؟ صحيح، هو طبعا ملفت جدا، يعني الجائحة هذه يمكن أول جائحة بعد 100 سنة تقريبا بهالحجم، ملفت جدا كان فعلا تعاطي الإعلام. والجديد في الموضوع المرة هذه أنه كان في إعلام بديل اللي هو الإعلام السوشيال ميديا، اللي هو يكون فيه صانع المحتوى هو المتلقي نفسه، فكان في فعلا يعني إشكاليات كبيرة في دقة المعلومات اللي تطلع. يعني احنا بالنسبه لي يعني ممكن نتكلم عن اللقاح في النهايه، لكن بالنسبه للكورونا بشكل عام فعلا كان في يعني مسجات كثيره جدا غير صحيحه، تفتقد للدقه، غير علميه ابدا، وللاسف لاقت رواج. والسبب اتوقع زي ما قلنا سيطره السوشيال ميديا على الاعلام. بالنسبه للقاح طبعا زي ما شفنا كلنا فعلا في يعني مسجات، احنا بالنسبه لنا يمكن عموما ترى مو جديد علينا الموضوع، في منظمات وهيئات
مناهضة للتطعيمات من زمان، لكن الحين صار على مستوى عالي جدا، لأنه فعلا يعني زي ما يقولوا جتهم من الله هذه الفرصة الذهبية أنه يكون في لقاح جديد ويعني يتكلمون عنه. اللقاح يدرس، يعني حتى أنا من الناس يعني لما يجون يواجهوني مثلا يقول لك مثلا صار بسرعة. طيب السؤال الثاني، كم الوقت المناسب بالنسبة لك؟ ما يعرف، يعني هي يعني الناس تردد ما تسمعه لكن أو ما تقرأه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني لأنه الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مثل هذه اللقاحات تأخذ حتى عشرات السنين. بالضبط. يمكن أضيف بس نقطة أخيرة كمان مهمة جدا، يعني الناس المنظمات او الهيئات الصحيه او المسؤولين في في الدول ترى ما احد له مصلحه انه يضر الناس ويعني يعطيهم شيء يضرهم او يعني يسوق عليهم شيء قد يكون فيه ضرر، بالعكس هم احرص الناس انه يكونوا اللقاح يكون آمن جدا، هذه من اولوياتهم جدا. وكل الجهات اللي صرحت ترى يعني جهات مستقله، بدايه من الهيئه او اللجنه اللي حق في الدراسه نفسها، في دراسه فايزر نفسها في لجنه مستقله تماما ترى، بعدين في عندك الـ FDA الأمريكية والسعودي FDA السعودية وزارة الصحة السعودية، هذه كلها هيئات مستقلة ما لها أي مصلحة أنه تسوق للقاح غير آمن ولا فيه مشاكل. نعم. وزي ما شفنا يمكن قلت أنه المشاهير والمسؤولين أخذوه، نشوف بتويتر كل يوم، أنا شخصيا أخذته والحمد لله أمور طيبة جدا. سأعود لك إذن مع هذه التجربة الخاصة اللي تحدثنا بها دكتور، وأعود لضيوفي الكرام، لكن لنبقى في نفس هذا الإطار، فمنذ بدء الحديث عن لقاحات جديدة لمواجهة فيروس كورونا والتشكيك في اللقاح وجدواه وفاعلية هذا اللقاح وأثاره الجانبية لم يتوقف، ورغم أن عددا من قادة وزعماء العالم تلقوه وبعضهم في طريقه لتلقيه علنا وأمام كاميرات التلفزيون، إلا أن المشككين لا يزالون على شكهم. نتابع. إن شاء الله راح أخذ اللقاح أول ما يصير متوفر عندنا راح أخذه، يعني بس بده وقت الإشي قبل ما يصير الإشي جد يعني وبين نتائج على الناس. لا مش مستعد أخذه، أنا حكول عنه كتير الناس إنه بسوي أضرار. صحيح أنا مستعد أخذ اللقاح مع أني أصبت وبشجع الكل يأخذه لأنه الإصابة كتير متعبة. هلأ حاليا لا ما بياخده، بدي وقت لحتى تعطيني الثقة لشوف بعيني شو الرياكشن تاع هالطعم. انا بفضل عن ذات نفسي اني اتريس شوي كم شهر لحتى نشوف شو نفي بده يصير نتائجه للقاح، اذا بده يكون له اثار جانبيه او يكون مفيد. دكتور سمير تسمح لي بأن أنقل لحضرتك بعض المخاوف حتى نصححها كذلك، إن لم تتابع الجزء الأول قبل رصد الأراء، الجزء الأول تضمن إما شخصيات عامة زعماء رؤساء دول تلقت اللقاح أو زعماء آخرين أبدوا استعدادهم لتلقي هذا اللقاح، إذا الشاشة ليست أمام حضرتك، لكن اليوم البعض ما الذي يقول؟ يقول هل نفس هذا اللقاح الذي قدم لكل هؤلاء الزعماء هو نفسه الذي سينشر بطريقة مجانية في بعض الدول، حتى أن البعض طرح مثال ترامب، يعني هل يعقل بأنه إنسان أو شخص في سن ترامب في بعض المشاكل الصحية التي يعانيها وبعد فقط 48 ساعة
يخرج للعلن بكل نشاط. كيف حضرتك كطبيب وكمختص قادر أن تقنع من يشاهدنا بأن هذه اللقاحات لا يمكن أن يكون لها لقاح نوع أول أو ممتاز ونقاح لقاح نوع ثاني أو أقل فعالية؟ أولا عندما يأتي دوري لأخذ اللقاح سوف أخذه، وأتمنى أن يأتي دوري لأخذ اللقاح اليوم قبل بكرة، هي أولا، لأنه مش بس اللقاح فعال وآمن، ولكن سوف يغير مجرى حياة البشرية على الأرض كما هي في الوضع الحالي وكما صار عندنا تجربة فيها خلال 10 أشهر الماضية. هلأ السؤالين الأساسيين اللي عم تحكي عليه، أنه هل يمكن أن يعطى لقاح آخر إلى ناس غير الناس اللي عم بيأخذوا؟ ما في مجال، لا، لأنه اللقاحات عندما تصنع والشركات عندما تصنع هذه اللقاحات عليها رقابة مش بس شديدة، رقابة بشكل يعني دقيق ودقيق جدا، أنه يؤخذ عينات من كل هذه اللقاحات لتدرس بين فترة وفترة، وهذه اللقاحات وهذه العينات تؤخذ بشكل راندم، يعني بشكل مش أنه والله جايين عندكم نتفرج ونشوف. فاللقاحات أولا آمنة، ثانيا سوف تكون لقاحات هي كلها نفسها لأنه التصنيع هو نفسه، وثالثا يعني بس لأحكي سمعت بعض التعليقات أنه أنا بدي أستنى مشان أشوف إذا اللقاح آمن. طب اللي بدي أحكيه أنه أصلا اللقاح لا يمكن أن يوافق عليه من قبل مؤسسة الغذاء والدواء المسؤولة عن حماية المستهلك والإنسان في أمريكا من غير ما يكون آمن بالشكل التالي. أولا فايزر أو مودرنا اللي هم اللقاحين اللي وافق عليهم، لكل واحدة منهم في لجنة مستقلة تماما ما لها علاقة بأي شيء، وتعين مش من قبل الشركة، تعين من قبل جهات خارجية لمراجعة المعلومات. ثانياً الـ FDA اللي هي مؤسسة الغذاء والدواء في إلها لجنة مستقلة تماماً من أكثر من 30 عالم وباحث وطبيب في أمريكا يراجعوا كافة المعلومات قبل ما يعطوا الـRecommendation يعني التوصيات إلى الـ FDA بالموافقة أو الغير موافقة. هذا بالإضافة إنه كل موظفين أو موظفين الـ FDA يراجعوا المعلومات الأولية، المعلومات الأولية يعني يعودوا إلى المعلومات الناتجة عن كل من أخذ اللقاح، وبالتالي يجب أن يكون آمن وفعال. فلذلك أنا ما عندي أي تخوف من الموضوع، واللي عم بيقول مثلا أنه لا بدي أستنى لأشوف، طب يشوف شو يعني يشوف بعد شهر، يشوف بعد شهرين، يعني ما في شغلات جديدة سوف تظهر اللي ممكن نشوف إذا رح يصير ولا ما رح يصير شغلات أخرى، لأنه هدول الشغلات أثبتت بالدراسات اللي عملت قبل. صحيح، والزعماء كل البلدان تقريبا تحدثوا عن سعيهم لتوفير كل هذه اللقاحات. أستاذ محمد، دكتور تسمح لي أن نخرج قليلا من إطار جائحة كورونا وأن أطرح بعض المخاوف التي تحدثت عنها اليونيسف، يعني ليس فقط مواقع التواصل الاجتماعي أو أشخاص متابعين. اليوم اليونيسف تتحدث عن جائحة من الأمراض والفقر المدقع في أعقاب كوفيد-19، وسيتحمل الأطفال وطأتها الأشد. هل 2020 سيلد في السنوات القادمة ربما يعني أمور أخرى ستكون مرتبطة وأكثر شدة سنتحمل مسؤوليتها دكتور؟ يعني الله أعلم، إذا لم تتعامل العامة مع ما ينتشر عن فيروس كورونا ومسألة اللقاحات بجدية سيكون هناك يعني فاتورة باهظة ستدفع في السنوات القادمة. أود أن أعلق على مسألة نظرية المؤامرة هنا. ليس هناك عرق في العالم استثني من جائحة كورونا. ليس هناك عرق في العالم استثني من جائحة كورونا. إن كان هناك يعني أي تأثيرات اقتصادية أو مشاكل اقتصادية في بقعة من العالم فهي عمت جميع دول العالم. إن تحدث الطيران تحدث في كل دول العالم. مع الأسف من سيدفع الفاتورة الباهظة أكثر هي الدول التي تنوء تحت خط الفقر مثلا، هي الدول التي تتواجد فيها مسائل الفقر والمجاعات وعدم توفر الغذاء والماء النظيف مثلا والموارد الصحية في الأحوال العادية. فما بالك هنا
عندما تتأثر دول العالم الكبرى بمسألة الكوفيد 19 أو الكورونا. كثير من المنظمات أو الجمعيات المستقلة التي تمثل الأبحاث السريرية التي نقوم بها توقفت عن التمويل حاليا بسبب الضغط الاقتصادي التي عانت منه هذه الجمعيات وقلة التبرعات. صحيح. فما بالك أيضا بالخدمات الصحية التي ينبغي توفرها في دول أخرى. والكل يتمنى حصر هذا الموضوع. في دقيقة لو سمحت لي، وأظني على ضيق الوقت، دكتور ثامر، حدثنا عن تجربة حضرتك وكيف يمكن أن تقنعني بأن أتوجه وأضع بياناتي وأتقدم بطلب للجرعة الأولى من لقاح كورونا. جميل. تعليق سريع بس على الأخ اللي قال أنه سوف أنتظر إلي ما أشوف النتائج التطعيم على الناس. للأسف الشديد هذه مي طريقة علمية أن نعرف إيش المشاكل، لأنه الطريقة الصحيحة أنه يكون في سياق تجربة سريرية على أساس أنه نقسم الناس إلى قسمين، ناس تأخذ بلاسيبو أو موية وناس تأخذ الدواء، فإذا صار أي فرق بنعرف أنه الفرق بسبب الدواء أو بسبب اللقاح. لأنه الآن لو واحد مثلا جاء حادث سيارة مثلا هو توه ماخذ اللقاح، نقدر نقول إنه اللقاح سبب حوادث السيارات؟ لازم يكون فيه يعني عشان نعرف إنه يكون السبب هو فعلا الدواء الجديد أو اللقاح الجديد. بالنسبة لتجربتي أنا الحمد لله أخذته قبل 3 أيام، الأمور جدا ممتازة، ما يعني ألم بسيط أول يمكن كم ساعة من أخذ التطعيمة. بأخذ الجرعة الثانية بإذن الله بعد 3 أسابيع 21 يوم. الأمور جدا يعني شكرا. التجربة كانت جدا طيب ممتازة. دكتور شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت، لكن ألقاكم ربما في حلقات أخرى من بانوراما. من كارديف دكتور محمد الحاج علي، طبيب وباحث في كلية الطب في جامعة كارديف. من الرياض الدكتور ثامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية. ومن واشنطن الدكتور سمير خليف، رئيس مختبرات أبحاث العلاج المناعي في جامعة جورج تاون. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. بانوراما انتهت، السلام عليكم.